السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الكومبوزيت أو دنتال كومبوزيت هيستوري، محاضرة اليوم نبدأ الحديث عن مكونات مادة الكومبوزيت السني، لأنه بطبيعة الحال نفهم خطوات العمل ونفهم التيبس والتريكس المتعلقة بعملنا من خلال حشوات الكومبوزيت، وأيضا نفهم التطورات اللي جارية على حشوات الكومبوزيت. لابد من أنه نأخذ نظرة قريبة على مكونات أو تركيب الكومبوزيت السني. محاضرة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن هذه المكونات. راح نحكي بشكل مفصل عن الجزء الأول من المكونات اللي هي الريزين ماتريكس. خلونا نبدأ. خلونا الآن بعد هاي اللمحة التاريخية ننتقل لنحكي عن تركيب الحشوات الكومبوزيت. حقيقة حشوات الكومبوزيت تتألف بشكل رئيسي من ثلاث عناصر، هي الريزين ماتريكس والفيلال بارتيكلز والكابلينج ايجنت، القالب الراتنجي والمادة المالئة غير العضوية وعامل الربط أو الكابلينج ايجنت. في طبعا عناصر أخرى، هي عبارة عن الاكتيفيتور الانشيتور سيستم، حنحكي عنه فيما بعد، سواء الكيميكال أو اللايت أو الهيت أو غيره. أيضا لابد من وجود إنهيبيتور، حنشوف دوره فيما بعد وشو طبيعته. لابد من وجود أيضا ألترا فيولت ستابلايزر، حنشوف كمان دورها فيما بعد. لابد من وجود باسيفر، بما أنها مظللات كولر بيجمنتس تعطيني الألوان المختلفة للحشوات الكومبوزيت. بالإضافة للعناصر اللي ذكرتها هي، هناك أيضا عنصر ثامن ممكن نحكي عنه، هو الفلورسنت ايجنت، والعامل الحقيقة اللي له علاقة بالفلورسنت أو التألق الفلوري، حأحكي عنها فيما بعد، أيضا هو ذا أهمية كبيرة في حشوات الكومبوزيت ويعتبر ميزة. هي تقريبا مكونات الريزين كومبوزايت، خلونا نحكي عنها بالتفصيل. طبعا مثل ما أنا شايفين، القالب الراتنجي يعمل يعني كأنه هو سائل يلي بيحوي البارتيكلز الجزيئات. فالريزين ماتريكس هو القالب، والمواد المالئة هي اللي بتعطي الخواص الميكانيكية. ولابد الحقيقة من خلال سايلنت كوبلينج ايجنت انه يكون موجود ليعطيني نوع من الارتباط القوي بين المادتين، لحتى كل مادة يعني تكون خصائصها موجودة وتستمد خصائص اللي تعوزها من العنصر الثاني. فهذا بيحسن لحد كبير من مكونات المركب بشكل كامل اللي هو الكومبوزايت. فمثل ما احنا شايفين، كل عنصر بياخذ من الثاني لحتى يعطيني بعض المزايا اللي الحقيقة بتكمل بعض البعض لحتى تعطيني الخواص المثالية للكومبوزيت إلى حد ما. طبعا بالنسبة للمكون الأول للكومبوزيت اللي هو الريزين ماتريكس، فينا نعتبر الحقيقة أنه الريزين ماتريكس هو بيشبه السائل، بيشبه القالب السائل اللي داخله المكونات كلها، طبعا إذا جاز التعبير. فالكومبوزيت مثل ما قلنا هو dispersed phase of filler particles distributed within a continuous phase matrix phase. هو المونومير سيستم مثل ما قلنا، هو بيتكون من أوليغومير ومن ديلوينت. طبعا سبب انه هو بيتكون من مكونين، هو انه الأوليغومير يلي طبعا حكينا عنه، قلنا انه الدكتور باون كانت نقطة التحول 1962 لما اكتشف البيس جاما، فاستعاض لي عن الميتا 200 ميتاكريلات اللي كانت في الأكريليك ريزين. فمادة البيس جاما هي الأوليغومير. مشكلة الأوليغومير، طبعا رح نشوف في نوعين من الأوليغومير في الماركت، البيس جاما واليوديما. البيس جاما طبعا شاع في أمريكا، واليوديما هو الأوليغومير الشائع في أوروبا. طبعا البيس جاما نحن إذا بدنا نقول اسمه العلمي هو الإيثر بيسفينول جلايسيديل ميتاكريلات، لكن اختصارا بسبب طول الاسم ممكن نحن نستعيد عن الكلمة بالبيس جاما. واليوديما اللي قلنا هو يشيع في أوروبا هو عبارة عن اليوريثان ديميتاكريلات. والحقيقة بسبب الهاي فيسكوسيتي الأوليغومير سواء البيس جاما أو اليوديما، اللي الحقيقة الزوجة العالية هي، احنا قلنا أنه ريزين ماتريكس هو مثل السائل اللي بيحوي الفيلرز، فكان لابد الحقيقة من أنه نعمل نوع من الحل أو الإذابة من خلال الدولوينتس اللي بتنضاف لتعمل إنكريز في الفلوينج والحقيقة حتى في الهاندلينج، فبصير الكومبوزيت قابل لأنه إحنا نستخدمه بشكل مريح أثناء الأداء السليم. ما له لازم جدا، لأنه أساسا نحن إذا بدنا نحكي أنه عن سبب وجود البوندينج سيستم بالكومبوزيت، هو أنه نحن التاجز اللي بنعملها من خلال الإيتشينج الكومبوزيت بسبب الفيسكوسيتي العالية تبعه ما ممكن يندخل في التاكس. فهذا السبب انه نحن ناخذ البوند اللي هو مثل الانفيلد ريزين بيدخل
وهذا السبب انا في محاضره البوند حكيت عن اهميه انه نحن نحط طبقه فلو فوق البوند قبل تصليبه لحتى نعمل مثل تقل يدخل البوند داخل التاجز هي. ففكرتي هي انه الكومبوزايت اصلا هو لزج وبيحتاج بوندينج ليدخل في التاجز، لكن مع اضافه الدلوينز، فما بالك اذا ما ضفنا الدلوينز راح يكون لزوجه عاليه غير قابل حتى للتشكيل والدك والتعامل معه في الاداء السريري. طبعا من اشهر الدلوينز الموجوده في السوق عندنا التي اي جي ديما والاي دي والاي جي ديما، هو عباره عن التريثيلين جلايكول ديميتاكريلات، هذا بالنسبه للتي اي جي ديما، وبالنسبه للاي جي ديما فنحن عم نحكي عن ايثيلين جلايكول ديميتاكريلات. مثل ما قلنا التي ديما هو تريثيلين جلايكول ديميتاكريلات، والدي ديما هو الدي ايثيلين جلايكول ديميتاكريلات. فهيك نحن صرنا هلا عارفين انه الريزن ماتريكس هو عباره عن مكونين، مونومر عالي الوزن الجزيئي ومونومر منخفض الوزن الجزيئي. المونومر العالي الوزن الجزيئي هو الاوليغومر او البيس جاما او اليوديما، والمونومر المنخفض الوزن الجزيئي اللي بيعطي تدفقيه اللي بيعطي تليين للزوجه العاليه الموجوده بالاوليغومر هو التيجنما. فاتمنى انه هي الفكره صارت واضحه للزملاء. الان بنطرح سؤال انه طيب شو الهدف من اضافه هالمركبين الاوليغومر دلوينز؟ شو اللي بيعطيني يا ريزين ماتريكس؟ الحقيقه انه الاوليغومرز الهاي مولكولار ويت مونومر اللي هو الاوليغومر الحقيقه بيتميز بخصائص خصوصا ميزته على الام ام اي او الميتيل ميتاكريلات. اول شيء صار عندي مور رابيد هاردنينج، ثاني شيء صار عندي ميكانيكال بروبرتيز اعلى، وصار عندي حتى الكروس لينكينج اعلى. ايضا الاوليغومر الحقيقه مسؤول عن حدوث التصلب في الكومبوزيت مع من خلال عمليه التبلمر او البوليمرايزيشن، والحقيقه هو يعتبر وسيط بيتم من خلاله حقن او ارتشاح الموالق الغير عضويه الاورجانيك فيلرز، وايضا بيتميز بانه يرتبط كيميائيا مع البوندينج سيستم. فهي الحقيقه فوائد قدم لي اياها الاورجانيك ماتريكس من خلال الاوليغومر من خلال او المونومر العالي الوزن الجزيئي. الاوليغومر هذا بسبب معاناته من الهاي فيسكوسيتي اللي الحقيقه بتحد من امكانيه ادخال كميه كبيره من الفيلرز داخل الماتريكس، ف نحتاج للديلوينس اللي هو فينا نعتبره مونومر منخفض الوزن الجزيئي بيقلل لي هاي اللزوجة، فبيسمح بأنه نحن ندخل كمية فيلر أكبر، وأيضا بيحسن من الخواص السريرية من خلال المانيبوليشن تكون أسهل أثناء العمل. مثل ما أننا شايفين هذا جزيء الميتيل ميتاكريلات، وهذا مثل ما أننا شايفين البيس جاما، وكيف التطور هذا في الشكل البنيوي أعطاني تقلص تصلبي أقل. وإذا بدنا نقارن بين البيس جاما والتيك ديما اللي هو الديلوينز اللي هو منخفض الوزن الجزيئي، بنشوف كيف البيس جاما جزيء أو مونومر الحقيقة تركيبه الجزيئي معقد، سلسلته أطول لذلك الفيسكوسيتي فيه عالي، في حين إنه الديلوينز اللي هو التيك ديما بنشوف إنه هو بيكون أقل طول وبالتالي أقل لزوجين. هل هذا يعني انه نحن ممكن الاضافه تكون عشوائيه لهدول المكونين؟ لا، هون السر وهون اللعبه في الكومبوزيت. طبعا حنشوف في كل مكون في 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 سيكريت، لكن هون الفكره انه الديلوينت كمان بالرغم من هاي الفوائد اللي بيقدم لي اياها، لكن بدنا نلاحظ انه هو بسبب انه فلويديتي فيه اعلى بيزود لي التقلص التصلبي وبيزود لي امتصاصيه الماء، ولذلك هو يتم اضافته بالقدر اللي يعطيني الخواص المطلوبه من دون ما نخسر الخصائص الجيدة اللي بيمنحني اياها الاوليغومير اللي هي معاكسة تقريبا مع الدلوينت بشكل كبير. كمان هون ممكن ينطرح سؤال، ايهما افضل البيس جاما ام اليوديما؟ الحقيقة من خلال التجارب السريرية وخلال العمل السريري لمفترة طويلة ما في افضلية بين مونومير واخر. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم، اتمنى ان المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي ان شاء الله في المحاضرة القادمة في الجزء القادم من سلسلة All About Dental Composite، ونتابع في الحديث عن مكونات الكومبوزيت، نحكي عن الجزء الاهم من المكونات اللي هو الفيلر. بدي اكد على حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك والمشاركة والتعليق. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.